بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى وأفضل السلام، عليه الصلاة والسلام. معكم الأستاذ نعمان فيصل، أستاذ بجامعة عباس الغرور خنشلة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم المجتمع، درس مادة الإحصاء الوصفي والاستدلالي لطلبة السنة الأولى وثانية ماستر تنظيم عمل، وطلبة السنة الأولى جد عام مشترك. بودي اليوم إن شاء الله أني نعمل هذا الفيديو التمهيدي الأول في بما يسمى دورة تكوينية إن صح التعبير، على برنامج تحليل ومعالجة المعطيات عن طريق برنامج الاس بي اس اس. هو برنامج مهم جدا، برنامج يحتاج إلى الدقة، يحتاج إلى تتبع الدقيق، لكن في الفيديو هذا مانيش قادر ندير كلش، ولكن نحاول أنه ندير النقاط الأساسية والنقاط العريضة لتخلي طلبتنا الأعزاء، خاصة المقبلين على التخرج ماستر وطلبة السنة الثانية ماستر خاصة، وطلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه ومعظم الباحثين الذين يهمهم هذا البرنامج. راح نديروا إن شاء الله دورة تدريبية، هذه الفيديو الأول، حتى لو أنه ما يكونش اللي ما تبعش المرة الأولى، إن شاء الله راح تكون هناك راح الفيديو راح نحتفظ به في الموقع الخاص بي، وان شاء الله راح يكون هو الفيديو الاول هذا، ويكون يليه فيديوهات اخرى. اذا يا جماعه على بركه الله راح نبدا ان شاء الله الفيديو تاعنا تاع اليوم، راح نعطيكم النقاط الاساسيه اللي راح نبداو بها. اول حاجه راح نشوفوا الانتقال من الاستماره الورقيه الى الاستماره الالكترونيه عن طريق برنامج اس بي اس اس. كيف هذا؟ يعني عندي انا استماره مثلا كما هذه، استمارة ورقية حرفية مكتوبة بلغة حرفية، راح نتعلموا كيفاش ننطلقوا من الاستمارة هذه الحرفية إلى الاستمارة الإلكترونية، يعني كيفاش المتغيرات اللي موجودة هنايا، مثلا كما مثلا الجنس، الحالة الاجتماعية، الأقدامية، الكلية التي ينتمي إليها الأستاذ، والعبارات اللي موجودة داخل، سواء أسئلة تكون مغلقة أو أسئلة مفتوحة. وهنا ندير ملاحظة فقط بسيطة، أن الأسئلة المفتوحة في الاس بي اس اس يتعامل معها مش ما يتعاملش، ولكن احنا يعني ديما نطلبوا من الطلبة أنهم يتجنبوا هذه الأسئلة المفتوحة في التعلم عن طريق الاس بي اس اس، يقبلها ونقدروا ننشئوا متغيراتها، ولكن كاين صعوبة نوعا ما. ممكن راح تكون عندي فيديوهات أخرى إن شاء الله على الأسئلة المفتوحة، لكن أحسن التعاملات اللي يتعامل معها هي اللي الأسئلة اللي مقيسة بمقياس ليكرت، سواء الميكرت الخماسي او الميكرت الثلاثي او السباعي. الخماسي مثلا اللي يمشي وافق، وافق بشده، محايد، لا وافق، لا وافق بشده. اذا الشيء اللي حبيت نقوله اليوم هو انه راح نتعرفوا على البرنامج هذا. البرنامج هذا راح نشوفوا فيه اهم اشياء مهمه فيه، اللي هي مثلا هنايا مع بعضنا نشوفوها، كما عنده ثلاث شاشات مهمه، عنده شاشه المتغيرات اللي راح نشوفوا فيها متغيرات، وعنده شاشه البيانات اللي راح نفرغوا فيها البيانات، وعنده شاشه المخرجات اللي هي راح نديروا فيها شاشه المخرجات اللي هي شاشه الاوتبوت اللي نديروا فيها المخرجات نتاعنا. حاجه النقطه المهمه الثانيه الاخرى، راح نتعلموا كيفاش نستخرجوا الاحصاءات الوصفيه. احنا قرينا في السنه الاولى جدع مشترك، قرينا مقاييس النزعه المركزيه، وقرينا مقاييس التشتت. بالنسبه لمقاييس النزعه المركزيه، اهم مقياس فيها هو الوسط الحسابي. كاين مقاييس اخرى في مقاييس النزعه كيما الوسيط والمينوال، لكن اهم مقياس هو الوسط الحسابي. ومقاييس التشتت اجماع كاين انحراف المعياري. شوفوا معنا، ركزوا معنا مليح هنا طلبتنا على عزة، انه اهم مقياس هنا هو الانحراف المعياري في مقياس التشتت. على معظم العلماء الاحصائيين خيرونا انه لازم نديروا مقاييس النزعه المركزيه معها مقاييس التشتت. مقاييس النزعه المركزيه لهنا باش نشوفوا الحاجه المهمه فيها، انه نشوفوا هل الاسئله ولا الاسئله نتاعنا مدى تمركز اجابات المبحوثين حول المركز. نعاود مقاييس النزعه المركزيه باش نشوفوا مدى تمركز اجابات المبحوثين حول المركز، اما مقاييس التشتت باش نعرفوا مدى تشتت اجابات المبحوثين على المركز. اذا كان تشتت كبير معناتها دل ذلك على ان اختلاف في اجابات المبحوثين. اذا من بعد في المناقشه نتاعنا كي نحبوا نناقشوا المحاور تاع الاستماره، لازم لنا مقياس من مقاييس النزعه المركزيه، واهم مقياس هو الوسط الحسابي،
ومقياس من مقاييس التشتتات، مقياس هو الانحراف واش المعياري مع بعضها مجموعة في زوز راح يكملونا ونقدروا نحكموا على الظاهرة بلغة منطقية وبلغة دقيقة جدا. الشيء الثاني المهم اللي حبينا نعرفه هو مقاييس الشكل. مقاييس الشكل هذو جماعة الحاجة الأساسية فيهم هي الالتواء والتفرح. الالتواء والتفرح، وش هو الالتواء هذا جماعة؟ الالتواء هو أنه مثلا نعرفه مثلا هذا كما المنحنى اللي تشوفوا فيه ملتوي نحو اليسار، هذا يدل باللي التوزيع تاعنا مش توزيع طبيعي، وهذا ملتوي نحو اليمين الفا اكبر من صفر، الفا هذا هو معامل الالتواء. واذا كان الفا معدومه جماعه معناتها المنحنى تاعنا متماثل، يعني التوزيع تاعنا توزيع نقدر نقولوا عليه توزيع طبيعي. هذا مثلا كما الالتواء كان تفرتح، كما هذا نقولوا عليه متفرتح، كي نقولوا مدبب يكون ماضي من الفوق بشكل هرم بشكل جبل لك. اذا جماعه هذو مقاييس مهمه ثاني اللي هي مقاييس الشكل الالتواء والتفرتح. هذو ثاني الاحصاءات الوصفيه نحتاجوهم بزاف في التحليل تاعنا في المذكره تاعنا تاع الماستر ان شاء الله ولا الماجستير ولا الدكتوراه، مستحيل نستغناو عليهم الاحصاءات الوصفيه. اذا هذو راح من بعد ان شاء الله راح نتعلمو كيفاش نستخرجوهم من برنامج الاس بي اس اس بطريقه سلسه وبطريقه بسيطه جدا. وبرنامج هذا برنامج يا جماعه سهل، يعني ما كانش حاجه فيه صعيبه، يحتاج فرد حاجه انكم تتبعوني والاسئله تاعكم ان شاء الله راني حنجاوب عليها بعد ان شاء الله بعد تسجيل تاع فيديو. لكن حبيت ان تكون التتبع يكون تتبع دقيق فقط، هذا مكان. هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه جماعه اللي راح نشوفوها مع بعضنا ان شاء الله هي اختبار التوزيع الطبيعي. هذا الاختبار هذا مهم جدا بالنسبه للطلبه، خاصه طلبه الماستر وفما فوق ماجستير ودكتوراه. ليسونس ما نحاسبوهمش بزاف، كي ما يديرش طالب تاع ليسونس اختبار التوزيع الطبيعي نقدر نقولوا نتغاضوا عليه، بصح طالب ماستر وماجستير ودكتوراه نلقاو بعض من المذكرات تاع التخرج في الماجستير ما دارش طلبه التوزيع الطبيعي، مانيش فاهم انا علاش. راح تقولوا لي انتم واش المهمه نتاعو اختبار التوزيع الطبيعي؟ يا جماعه كاين زوج طرق باش نقيسوا به. كاين الطريقه اللي معروفه عند الباحثين وعند معظم الطلبه واللي يستعملوها بزاف، هي طريقه اختبار كولوموغروف سيميرونوف، هي وان سامبل كولوموغروف سيميرونوف. هذا اختبار مهم جدا، راكم نشوفوا واش الهدف تاعو واش هو المهمه تاعو. وكاين عن طريق حساب معامل الالتواء والتفرتح كما كنت نشرح قبيله. اذا كان الالتواء معدوم معناتها التوزيع تاعك توزيع طبيعي، هذا هو التوزيع الطبيعي يا جماعه، يكون بالطريقه هذه التوزيع الطبيعي. اذا كان حبينا نزيدو نتعرفوا عليه اكثر، ها هو التوزيع الطبيعي، هذا هو التوزيع الطبيعي. الشكل يكون الشكل تاعو شكل جرسي، عنده خمس خصائص، انه المنحنى ياخذ شكل جرس، هذا شكل جرس. انه يكون يا جماعه القمه نتاعو من القمه نتاعو كي نسقطوها على محور الفواصل نلقاوه يتمركز في واش في وسطه الحسابي وفي وسطه وفي منو هنا القيمه هذه قيمه الوسط الحسابي، وهنا يكون تماثل اجماع حول واش تماثل حول المساحه هذه، نلاحظوها باللي متماثله حول المساحه هذه. هذا خاصيه من خصائص التوزيع الطبيعي. خاصيه اخرى انه المساحه هذه اللي تشوفوا فيها تحت هذه اللي موجوده تحت المنحنى هذا ومع محور الفواصل تساوي واحد صحيح، تساوي واحد صحيح. وهنا نلاحظوه باللي راهو يتقرب الى الصفر سواء زائد في جهه زائد من هاي ولا في جهه واش ناقص من هاي. اذا هذا جماعه التوزيع الطبيعي. اذا كان المنحنى تاعكم تاع التوزيع توزيع طبيعي معناتها العين تاعكم راهي ممثله للمجتمع. تسمى دوكا نزيد نرجع للفكره تاع واش الهدف من اختبار التوزيع الطبيعي، او يسموها في بعض الاحيان يسموها في بعض الكتب تاع المشارقه يقول لك اختبار طبيعيه تيست نورماليتي. ما معنى؟ نشوفوا انه هل التوزيع نتاعي العينه نتاعي ممثله للمجتمع ولا لا؟ كيفاش نعرف ان العينه ممثله للمجتمع؟ احنا قرينا في الاحصاء الاستدلالي، واهم حاجه قريناها في الاحصاء الاستدلالي هو نشوفوا هل العينه ممثله للمجتمع ولا لا؟ لعلها اذا كانت العينه مش ممثله للمجتمع معناتها رانا نغردوا خارج السرب، معناتها راح نجري تجربه وراح نخرج باختبارات، ندير اختبارات ونخرج بتحاليل ونتائج على عينه مش ممثله للمجتمع، من بعد ندير عمليه واش؟ الاسقاط او التعميم على المجتمع الكلي. فهذا لا يجوز، لازم اول حاجه نشوفوا العينه تاعنا ممثله للمجتمع ولا مش ممثله، هذه رقم واحد. رقم اثنين، في بعض الاختبارات لازم تسمعوا باللي كاين هناك اختبارات بارامتريه واختبارات لا بارامتريه. اختبارات البارامتريه المعلميه والاختبارات لا بارامتريه. نعطيكم مثال على بعض الاختبارات المعلميه كما اختبار تي ستودنت، اختبار التباين المتعدد اللي هو واي انوفا، واختبار التباين الاحادي اللي هو 1 واي انوفا. والاختبارات لا احصائيه ولا سموها لا معلميه او لا بارامتريه كما اختبار مان ويتني، اختبار فريدمان، اختبار كايتربي، اختبار الاشاره، اختبار ميكن مار، اختبار كروس كارل وولز، ولا اختبار وولكسوبس.
هذو كل اختبارات اسمهم اختبارات لا معلمية، وكاين اختبارات أخرى. واش الفرق بيناتهم؟ يعني وضحت لهنا واش الفرق. الاختبار المعلمي أهم حاجة تميزه هو أنه يكون التوزيع نتاعنا توزيع المجتمع، الدراسة نتاعنا يتوزع توزيع طبيعي. هذا هو واش معناته التوزيع الطبيعي. على هذيك قلت لكم الكلمة هذه راهي بحاجة أنه نتوقفوا عليها، عندها وزن وعندها ثقل. ما معنى كلمة توزيع طبيعي؟ أنه يتوزع توزيع طبيعي. وأهم مقياس نخدم به في الاختبارات المعلمية هو الوسط الحسابي، بينما في الاختبارات المعلمية نخدم بالوسيط، ما نخدموش بالوسط الحسابي. كاين حاجة أخرى، شرط مش يعتبر شرط كبير، هو أنه الحجم العينة كيكون كبير يقولك من الأحسن تدير اختبارات معلمية، وهنا كيكون الحجم العينة صغير يقولك من الأحسن أن تدير حجم العينة، من الأحسن أن تدير اختبارات لا معلمية. هنا المستوى تاع القياس اللي حنكشفوا به في الاختبارات المعلمية هو المستوى تاع الفطرة، اما هنا المستوى تاع القياس هو مستوى قياس رتبي اوردينال. راح نشوفوا من بعد الفرق ما بين المستويات هذو ان شاء الله نشرحوهم بالتفصيل، لكن نحب نتشفاول الى حاجه، انه الاختبارات المعلميه راهو تتطلب شرط مهم جدا، هو انه لازم التوزيع يكون توزيع واش، توزيع طبيعي، توزيع مهم جدا، توزيع شكون طبيعي. على هذه قلت لكم هنا لازم نديروا اختبار توزيع طبيعي. راح نعطي لكم من بعد ان شاء الله نتعلموا مع بعضنا كيفاش اختبار التوزيع الطبيعي في برنامج الاس بي اس اس، كيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش نستخرجوه. راح نستخرجوه في ظرف، صدقوني في ظرف 5 إلى 7 ثواني، يعني ما يديش من عندنا حاجة كبيرة. إذا تحبوا تعرفوا أنه كيفاش يكون من بعد في الاستمارة كيفاش يكون اختبار التوزيع الطبيعي، نعطي لكم معليش هذا مثلا اختبار التوزيع الطبيعي. اختبار التوزيع الطبيعي هنا راكم تشوفوا معنا ها كيفاش يكون. نحب تحطوا من بعد هكا يكون هيك بالشكل الجمالي هذا، يزيد رونقة جمالية للمذاكرة نتاعنا. اختبار التوزيع الطبيعي يكون بالطريقة هذه، شوفوا معايا نكبروها شوية، تابعوا معنا. يكون للتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أن التأكيدات أم لا، قام الباحث باستخدام اختبار كولوموغراف سيميرونوف، وهو اختبار ضروري في حالة اختبار فرضيات، لأن معظم الاختبارات المعلمية تشترط أن يكون التوزيع البيانات طبيعي. قلت لكم أن معظم الاختبارات المعلمية تشترط أنه يكون التوزيع طبيعي. حتى تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي على حسب هذا الاختبار، اذا كان مستوى المعنويه لكل محاور سي اي جي هذا سيك اكبر من 0.5. يا اخي عندكم الاستماره تاعكم، احنا كامل عندنا الاستماره تاعنا، الاستماره راح يكون فيها محاور، مثلا عندك 4 محاور كما الاستماره اللي حنتعاملوا معها اليوم فيها 4 محاور. المحور الاول يتكلم على مستوى اداء جوده الجامعه فيها 22 عباره، والمحور الثاني التنميه الثقافيه فيه 7 عبارات، والمحور الثالث التنميه الاجتماعيه فيه 6 عبارات، والمحور الرابع التنمية الاقتصادية في مجموع العبارات 46. كل محور، كل عبارات، كل محور تجبد لي اختبار تاعو تاع سيميرونوف اللي هو اختبار زاد، ويكون معاه مستوى الدلالة. هذا العمود هذا اللي هو العمود الثالث والرابع هذا، هذا يخرجوا الاس بي اس اس، يعني لهنا ما تدوخش روحك خلاص، هذا يخرجوا الاس بي اس اس، الاس بي اس اس اللي يخرج المحور هذا، يعني ما تدوخش خلاص. هذا من بعد راه نعرف كيف يخرجوا، ولكن كاينه قاعده هنا لازم تحفظها. واش هي القاعده هذه؟ تعرف هذا مستوى المعنويه ولا مستوى الدلاله؟ يعني راح نشرحه ثانيه، راح نديروا فيديوهات اخرى واش معناتها كلمه مستوى المعنويه. دوك اللي يفهمني يفهمني، اللي ما فهمنيش راح نزيد نتكلم هكا. مستوى المعنويه واش معناتها يا جماعه؟ معناها انه راني اشك، كي نقول لك مستوى المعنويه 5%، يعني اشك 5% باللي راني صحيح، باللي راني غلط، واثق 95% باللي راني صحيح. هذا واش معناتها مستوى الدلاله او مستوى المعنويه؟ هذا مستوى الدلاله اللي يخرجهم الاس بي اس اس. انت واش تروح دير؟ اذا شفت مستوى الدلاله نتاعك اكبر من 0.05، شوفوا لنا 0.138 يا اخي، اكبر من 0.05 اكبر، وهذه 0.3 اكبر من 0.05، ما تلاحظش بلي مستوى الدلاله اللي يخرجك لهنا كل اكبر من 0.5. اقرا معايا لنا الملاحظه، ان مستوى المعنويه لكل محاور، كل محاور مستوى المعنويه تاعهم أكبر من 0.05، مما يعني أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وبالتالي يمكن استخدام الاختبارات المعلمية. أنا هضرنا هنا خلينا جماعة يروح يدير الاختبارات المعلمية، مثلا يدير لي معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان، ويدير لي أنا مثلا اختبار معادلة انحدار باش يقيس لي بها التأثير، ويدير لي تيست وان سامبل تي تيست، اختبار تي تيست لعينتين مرتبطتين، اختبار تيست لعينتين مستقلتين، اختبار تي تيست لعينتين مرتبطتين. بصح هذو كل اختبارات معلميه ما يصلحش يديرهم، لانه التوزيع تاعو توزيع غير طبيعي. اذا انت باش يكون التوزيع تاعك توزيع طبيعي، اهم حاجه مهمه انك دير لي واش، دير لي اختبار طبيعي. اذا نشوفوا هذا الشكل الجميل جدا هذا، يعني من الاحسن انه كل مذكره ماستر
ماجستير دكتوراه يدير لنا اختبار توزيع طبيعي. يعني من فضلكم الطلبه هذه حاجه مهمه، ممكن بعض الطلبه ما يعرفوش كيف يتعاملوا معها. اذا اشفى هاو كيفاش يكون اختبار التوزيع الطبيعي، هيك يكون بالطريقه هذه تحطه في المذكره. اما العمود هذا والعمود هذا، هذا خطيك، هذا خطيك خطيك، هذا تاع الاس بي اس اس، هذه خدمه الاس بي اس اس لكل مقام مقال. كي نوصلوا ان شاء الله نشرحه بالتفصيل الممل، اقول الممل اللي حتى يعني انك انت تحس روحك بديك فهمت. تري بيان، اختبار التوزيع الطبيعي مفهوم. نروحوا لحاجه اخرى جماعه، اللي هو ثالثا قلنا اختبار التوزيع الطبيعي شرحناه نظريا، بصح تطبيقيا في الاس بي اس اس اصبروا علينا، كي ندخلوا الاس بي اس اس ان شاء الله نكون نزيدوا نعاودوا نشرحوها بالتفصيل الممل. التوزيع الطبيعي فهمتكم، هذا توزيع طبيعي ها فاهمين، قريناه في السنه الاولى علوم اجتماعيه، السنه الاولى جينا مشترك. هذا هو التوزيع الطبيعي، يكون جراسي يا جماعه هك. هذا هو التوزيع الطبيعي. اذا كان التوزيع تاعنا توزيع طبيعي واش معناتها؟ لان الله عز وجل كي خلق الحياه هذه خلقها طبيعيه. كي نروحوا مثلا للطول، مثلا ظاهره الطول نلقاو بلي ظاهره طبيعيه، نلقاو بلي يكون نروحوا مثلا لكليه العلوم الاجتماعيه ونقيسوا الاطوال تاع الطلبه كل راح نلقاهم بلي يتوزعوا توزيع طبيعي. نلقاو مثلا اللي قصار قصار شوي في الجهه هذه، واللي طول بزاف في الجهه هذه، واللي عاديين في الطول متر 70 متر 72 متر او هنا. كون نروحوا نقيسوا الذكاء نلقاو الناس اللي الاذكياء ضعاف الذكاء خلاص نلقاهم هنا، واللي ممتازين خلاص هنا، واللي عاديين نلقاهم هنا. نروحوا نقيسوا الوزن راح نلقاو الناس اللي اوزانهم ضعيفه خلاص هنا، واللي اوزانهم كبيره بزاف هنا، واللي اوزانهم عاديه هنا. يعني الظاهر على اسمه توزيع طبيعي، لازم تفهموا على اسمه طبيعي، ما سموهش طبيعي في الصرف لانه صح يمثل الطبيعه، يمثل الطبيعه. هذا هو علاش سموه التوزيع شكون توزيع طبيعي. اذا بعد ما شرحنا التوزيع الطبيعي نروحوا للحاجه الرابعه وش هي، الاختبارات المعلميه ولا معلميه، اعطينا عليها فكره وراح نزيدوا نشرحوا. رابعا يا جماعه الحاجه المهمه في رابعا هي حساب الثبات والصدق للاستماره. نحير انا في بعض من الطلبه يعطونا مذكرات تاع تخرج ماستر وماجستير وما نلقاش بلي ما يحسبوش الثبات وما يحسبوش الصدق. طبعا هذا شيء امور احصائيه، لكن حاجه يعني هذه حاجه لازم تكون، حاجه لازم تكون يا جماعه، كيما الملح في الطعام لازم يكون. وانا نقول لك الماكله بلي مسوسه، حتى انت اذا كان ما درتليش الثبات والصدق في الاستماره تاعك راك ماكش في الاستماره تاعك لا تساوي، عفوا المذكره تاعك لا تساوي شيء. راح نكون نتعاملوا مع بعضنا ونفهموا مع بعضنا كامل وش هو الفرق بين الثبات والصدق، وش هو الثبات وش هو الصدق. سهله خلاص، راح نشرحهم نظريا يا جماعه قبل، لانه اذا كان ما عندكش انت مولوثات قبليه امور نظريه ما تعرفش الثبات وتحب تعلم كيف تجيب لها بي اس اس، ما عندي ما ندير به، لازم تفهموه لي نظريا ومن بعد نفهموه التطبيقي. قلنا الفيديو هذا الفيديو الاول فيديو تمهيدي، نشرح امور نظريه ومن بعد نروح ان شاء الله الامور التطبيقيه. ثبات يا جماعه وش هو الثبات هذا؟ حاولوا نكبروه هنا، وش هو الثبات؟ الثبات يا جماعه نعطيكم مثال قبل ما نقرا. مثلا يجيني طالب انا نعطي له مثلا امتحان في الاحصاء الوصفي يدي 15، شكيت انا باللي راهو نقل ولا شكيت باللي راهو جاب معلومات خاطئته، نزيد نعاود له الامتحان وحده يزيد يجيب لي 15 نفس العلامه اللي جابها على الاول، واش معناتها؟ نقول بلي المستوى تاعو راهو ثابت، معناها راهو جاوب بجواب نفس الجواب الاول. بصح حنا يقول لك باش دير التجربه تاعك المره الثانيه العلماء تاع الاحصاء يقول لك لازم بعد اسبوعين وما تفوتش 6 اشهر. على ما تفوتش 6 اشهر، كون تفوت 6 اشهر معناتها لا انا ما تقدرش تقيس الثبات، راح تكون تبدلت امور بزاف. اذا الثبات هذا وش هو؟ في هذا بالجانب الواقعي، نروحوا بالجانب الاجتماعي. يمكن حسابه باختبار، واحد الاختبار سموه اختبار الفا كرومباخ. قال لك لي معرفه الثبات الاستبان الذي يعني استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، يعني الاستماره تاعك ماهيش متناقضه. مره مثلا انا نجاوبك موافق بشده ومره نجاوبك لا اوافق بشده. معناتها لا انا كاين في الاستماره العبارات تاعك ولا الاسئله اللي حطيتهم اسئله متناقضين، كاين خلل في الاسئله. اذا لهنا واش معناتها كيفاش نعرفوا باللي ما كانش خلل في الاسئله؟ انه كي نعطيو للمبحوثين يجاوبونا على الاستماره تاعنا وبعد مده زمنيه في نفس الظروف يزيدوا يعاودوا نفس الاجابات، هنا نقولوا باللي راهي الاستماره تاعك ثابته. هاو نقراو مع بعضنا هنا، يقول كل الذي يعني استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، اي انه يعطي نفس النتائج اذا اعيد تطبيقه على نفس العينه تحت نفس الظروف والشروط. يعني راح يمدي نفس النتائج كي نعاودوا نمدوه مره ثانيه بعد اسبوعين وقل من 6 شهور كما قلت. ثبت هذا جماعه يتقاس بواحد الحاجه اسمها الفا كرومباخ. هناك طريقتين، كاين طريقه الفا كرومباخ وكاين طريقه التجزئه النصفيه، للزوج صحاح، لكن انا عند الطلبه ديما يفضلوا معامل الفا كرومباخ. الفا كرومباخ هذا قال لك الثبات لازم يكون محصور بين صفر وواحد، مستحيل يفوت واحد.
الواحد صحيح هذا، يعني كي نقول لك صفر الواحد يعني نقدروا نعتبروها بنسب نقولوا 100%، من صفر حتى ل 100%. اذا من صفر حتى الواحد، اذا خرج لك الثبات تاعك في الاس بي اس السالبه وعندك مشكل، يعني عاود الاسئله تاعك، عاود العبارات تاعك، او كاين هناك تناقض او كاين هناك خلل في العبارات تاعك. الثبات يقول لك اذا كان العلماء الاحصائيين لازم يكون من فوق 0.7، يعني 70% وطلع. اذا كان انت درت وعطاك الثبات الاس بي اس اس بالايرور 50%، لا يعد عليها الاستماره تاعك، لا يعد عليها، ولا يصح، ولا يصح انها نمدوها ونمدوها لبقيه العينه تاعنا، لا يصح. 0.4 لا يصح، 0.5 لا يصح، 0.6 يعني في الماستر مقبوله، مقبوله، لكن في الماجستير والدكتوراه لازم من 0.7 وطلع، لازم يكون 70% 80% 90% باش توصل للواحد، مستحيل. ولكن احنا دائما في المنهج تاعنا نطلب الكثير من اجل تحقيق القليل، ما نقولكش لازم تجيب لي 100%، على الاقل 0.7 يعني 70% 80% 90%، يعني هذه من الامور المهمه جدا في انه لازم يكون الثبات. اذا عرفنا الثبات باللي من صفر لواحد، وعرفنا باللي راهو يتقاس معامل الفا كرونباخ. نعاودوا، الثبات واش به؟ يتقاس معامل الفا كرونباخ، وش هو الحد نتاعو؟ من صفر حتى لواحد، باش لازم يكون الثبات مليح، باش لازم يكون من 0.7 وطلع. هذا هو الثبات. عنده طريقه اخرى هي التجزئه النسبيه، لا داعي لشرحها. ماذا بي انا ديما نقول للطلبه تاعي، اذا فهمتوا لي حاجه ما نزيدش نشرح الثانيه، وقتها نشرح الثانيه حتى تفهموا لي هذه، ونشوفكم تعاملتوا معها مليح وتخرجوها مليح، نروحوا للثانيه. نشرحوهم في زوز وما تفهمهمش في زوز، واش الفائده؟ ما نشرحوا فرد واحد. اذا هنا اللي حاب يسقسيني يقول لي كيفاش نجبدوها بلا اس بي اس اس، نقول له اسمح لي، اسمح لي، لكل مقام مقال. خلينا، رانا قلنا في الفيديو الاول رانا نفهمكم امور نظريه، الفيديو الثاني ان شاء الله ندخلوا في الاس بي اس اس ونتعلموا كيفاش نجبدوا الفا كرونباخ، ونتعلموا كيفاش نجبدوا التوزيع الطبيعي، ونتعلموا كل شيء. مهم الامور النظريه، الفيديو الاول هذا فيديو مهم جدا يا جماعه، فيديو تمهيدي، تبعوني فيه مليح. برك فهمنا الثبات، الثبات يا جماعه واحد يقول لي كيفاش نحطهم بعد اني جبدته بلا اس بي اس اس وجبدت النتائج، كيفاش نحطهم في الصيغه النهائيه، نحطها فاش في المذاكره؟ تكون بهذه اللغه، بهذه الصوره الجماليه اللي تشوفوا فيها، دير لي جدول وتكتب فيه جدول يوضح معامله ثبات الفا كرونباخ لاستماره الاستبيان مثلا خاصه بعينه من العينات، كما انا العينه اللي درتها عينه المضره. تروح تحط لي المحور الاول تاع قداه، وش هو العنوان تاعو، وتحط لي قداش العبارات تاعو، دير لي الثاني والثالث والرابع، وتحط لي العبارات تاعو، ودير لي المحور الرابع وتحط لي العبارات تاعو. مجموع العبارات يا جماعه شحال؟ هو 38. هنا الاس بي اس اس يخرج لك هذا معامل الثبات تاع 14 عبارة الأولى، وهذا معامل الثبات تاع 7 عبارات تاع المحور الثاني، وهذا معامل الثبات تاع المحور الثالث، وهذا معامل الثبات تاع المحور الرابع، وهذا اللي تشوفوا فيه الأخر وش هو؟ هو معامل الثبات تاع شكون؟ تاع المح تاع عفوا تاع الاستمارة ككل، معامل الارتباط الكلي للاستبيان. شوفوا هنا قد خرج لي يا جماعة 0.8، واش رأيكم؟ هل الاستمارة تاعي ثابتة ولا لا؟ نعم ثابتة. ويعول عليها ويعتد بها، ويعتد بها. شوفوا التعليق، تعلق تعليق بسيط جدا. نلاحظ من الجدول أن معامل الثبات ألفا كرونباخ للمحاولة الخاصة بالاستبيان الموجهة للعينة الاستطلاعية، هنا كما نسيت ننبه حاجة، العينة الاستطلاعية. جماعة العينة الاستطلاعية ماكش معناتها، أنت الثبات والصدق هذا لما تديروا العينة كلها، ما نغلطوش أنا هاك. تروح تخير عينة استطلاعية من المجتمع الإحصائي تاعك، ولتكون 30، من الأحسن 30. فما فوق، وما تكثرش 40، لا لا 30. بالنسبه قلت لكم الماستر، رانا ديما الماستر، طلبه الماستر ما نتعاملوش معهم كما طلبه الماجستير والدكتوراه، يعني نقدر نقول لكم ما طلبه الماستر معاملات نعلموهم مبادئ وخطوات البحث العلمي، يتعلمها ويطبقها، ما ينجحش فيها معليش، دراسات العليا ان شاء الله يزيد يطبق وما يغلطش. لكن في الدكتوراه جماعه من الاحسن العينه الاستطلاعيه تكون 30. هنا النقطه واضحه نحب نوضحها، انه العينه الاستطلاعيه جماعه تكون من المجتمع الاحصائي، تخيرها تدير عليها الثبات والصدق، هذو هي اللي تدير عليها الثبات والصدق. توزع انت الاستماره تاعك على 30 شخص، يردوا لك، تروح للاس بي اس اس تفرغ البيانات نتاعك، تقيس الثبات، يخرج لك هذا الطابلو هذا. بعد ما تقيس الثبات وتقيس الصدق، العينه تاعك اذا كان الثبات خرج مليح والصدق خرج مليح، تقدر من بعد تقول باللي راني نكمل درك على العينه تاعي، وال30 هذو اللي درت عليهم الثبات والصدق ما يكونوش من بعد، لازم ما يكونوش في العينه اللي حتخيرها من بعد، لا اتونسيون. اذا هنا تقولوا باللي واش رايكم في الثبات بدا خرج يا جماعه؟ شوفوا بدا خرج 0.824،
يعني بنسبة 82%، وهي قيمة مرتفعة جدا، مما يعني أن معامل الثبات للمحفظة مرتفع. هذا يؤكد أن الأداة التابعة هي الاستبيان الموجهة لعينة المدراء تتمتع بدرجة ثبات عالية ومناسبة، وتقيس مواضيع القياسي، بالتالي فهي تفي بأغراض الدراسة. هذا وش هو الجدول اللي يحبوا يكون أجمع أخي قبيلة؟ شفنا الجدول تاع التوزيع الطبيعي كيف يكون، درك هذا الجدول تاع الثبات كيف يكون، يكون كيما كي بهذا الصورة الجمالية هذه، يزيد قلت لكم وزن ويزيد جمال في المذكرة تاعنا. كي نشوفوا الطلبة يديروا لنا الصدق ويديروا لنا الثبات ويديروا لنا التوزيع الطبيعي، يعني شيء جميل جدا. إذا شرحنا الثبات، دوك نروحوا للصدق. الطلبة بزاف ما يفرقوش يا جماعة ما بين الصدق والثبات، وهذا يعني مشكل كبير. كي يقولوا شو هو الثبات يقول هو الصدق، وكي يقولوا شو هو الصدق هو الثبات. لا لا، ثبات شيء والصدق شيء آخر. ثبات يقاس معامل الفا كرومباخ، قلنا احصائيا او بالتجزئه النسبيه. الصدق يا جماعه وش علاقته بالثبات؟ اسمعوني مليح انا واش نقول. كلما كانت الاستماره صادقه، الاداه نتاعنا صادقه، فهي ثابته، ولكن العكس غير صحيح. اذا كانت ثابته ليس معناها انها صادقه. هذا اكبر فرق مهم جدا بين الصدق والثبات، حبيت نوضحه للطلبه نتاعنا مليح. الفرق الثاني وش هو؟ الصدق يا جماعه كاين انواع بزاف من الصدق. كاين الصدق المحتوى، كاين الصدق التلازمي، كاين الصدق المنطقي، كاين الصدق مثلا الصدق التلازمي المنطقي، صدق المحتوى، الصدق الظاهري اللي هو الصدق الظاهري يا جماعه نعرفوه باللي هو صدق المحكمين. يعني الاستماره تاعنا نديها لمجموعه من المحكمين، على الاقل في الدكتوراه تكون من 6 اساتذه ذوي خبره وذوي الاختصاص. في الدكتوراه جماعة الشرط الوحيد اللي زادوه الإحصائيين، ويعني اهتموا به مهم جدا وأكدوا عليه، هو أنه الاستمارة نتاعي كي تمدها للمحكمين لازم يكونوا من ذوي الاختصاص. بمعنى ذوي الاختصاص، معناتها أنايا مثلا الاختصاص نتاعي مذكر الموضوع نتاعي هو في علم اجتماع الإجرام، ما يصلحش أنايا نروح نمدها لأستاذ مختص في تنظيم العمل نقولوا حكمها لي، ما يصلحش تروح نمدها لاستاذ مختص مثلا في تنميه الموارد البشريه. لا، هنا يعني هذه حاجه مهمه جدا، انه الصدق الظاهري انه يكون من ذوي الخبره، يعني استاذ التعليم العالي او استاذ محاضر، ويكونوا من مختصين، خاصه المختصين. هذا بالنسبه للصدق واش الظاهري. كاين صدق جماعه التلازمي، كاين صدق المحك، كاين صدق التنبؤي، لكن الاس بي اس اس ما نكثرش عليكم، انا قلت لكم ما نكثرش عليكم. الاس بي اس اس يتعامل مع زوج انواع من الصدق. كاين صدق الاتساق الداخلي اللي نشرحوه ان شاء الله بالتفصيل، وكاين الصدق البنائي. نعاودوا معاه كيف يقاس الصدق احصائيا. كاين زوج في الاس بي اس اس يتقاس بطريقتين، كاين صدق الاتساق الداخلي وكاين الصدق البنائي. هذو زوج جماعه اللي ناكد لك عليهم ونشرحهم بالتفصيل. لكن الصدق التلازمي والصدق الظاهري، هذا الصدق الظاهري قلنا ما يتقاسش بالاس بي اس اس، ظاهري وسموه ظاهري، يعني بالمظهر يروح تدي الأساتذة المحكمين من خلال الرؤية نتاعهم للأسئلة وللعبارات تاع الاستمارة تاعك يحكموا عليها، لكن قلنا لازم يكونوا مختصين. أما في الصدق في الأس بي أس أس يتقاس بجوج طرق، الصدق الاتساق الداخلي والصدق واش البنائي. نرجعوا للصدق، راكم تستناو في الشرح نتاعو. وش هو الصدق يا جماعة؟ شرحنا الثبات، قلنا الثبات أنه الاستمارة نتاعنا حينما يعيد تجربتها بعد مدة زمنية راح ينافسوا يجاوبوا بنفس الجواب. هذا ثبت. وكم شو الصدق؟ يقصد به أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه. وش معناتها لنا جماعة يقيس ما وضع لقياسه؟ معناتها أنه الصدق نتاعي راح يكون واش؟ يكون يقيس، فعلا يقيس. كي نحب مثلا ندير مثلا مقياس من المقاييس، مثلا نحب نقيس الذكاء، لازم نجيب مقياس، عبارات مقياس من مختصين في مجال الذكاء يقيس لي الذكاء. حاب نقيس يا جماعه مثلا الكفاءات المهنيه، لازم نجيب مقياس يقيس لي الكفاءات المهنيه. حاب نقيس الدخل، لازم نجيب لي قياس يقيس لي مستويات الدخل. بمعنى اخر، شوفوا الصور هذه اللي حطيتها لكم باش تفهموني مليح في المقياس وفي الصدق. هنا لاحظوا بلي كاين تلاميذ وكاين المعلمه تاعهم. حاب لنا في التلاميذ والمعلمه اني نقيس مثلا، حاب ندير اختبار تحصيلي في مادة مثلا الإحصاء، حاب نعرف نميز بين التلاميذ هذو من ناحية واش؟ تمييز مثلا الموجود في قدراتهم مثلا الذهنية، أو قدراتهم الحسابية، أو قدراتهم الهندسية، أو قدراتهم الحسابية.
حاب ندير اختبار يقيس لي هذا الايميج اللي ما بين القدرات الذهنيه مثلا الذهنيه لهذا التلاميذ. كي ندير انا الاختبار نتاعي لازم اختبار فعلا فعلا يثبت جدارته انه فعلا قادر على قياس هذا العمل هذا اللي هو قياس القدره على التمييز في القدرات الذهنيه. هذا مثال اجتماعي يا جماعه ونفسي. نعطيكم مثال طبيعي. انت مثلا مريض، شخص مريض ذهب للطبيب، اول حاجه الطبيب راح يدلو يكشف عليك، يكشف عليه راح الطبيب يتولد عنده تصورات حول المرض نتاعو، راح يعطي له يجري تحاليل. التحاليل هذو يا جماعه ممكن يعطي له تحليل تاع الكوليسترول، وتحليل تاع الكريات البيضاء، نسبه الكريات البيضاء في الدم، وتحليل تاع السكر مثلا في الدم. الاله هذه يا جماعه تقيس السكر، ماذا تقيس؟ هذه تقيس السكر، وهذه ماذا تقيس؟ نسبه الكريات البيضاء في الدم، وهذه ماذا تقيس؟ تقيس نسبه الكوليسترول في الدم. الطبيب راه ينتظر في التحاليل حتى يتخذ القرار. اذا كان التحاليل صح راح يكون القرار صحيح. تخيلوا معايا يا جماعه، رحت انت جبت التحاليل غلطه، ولا جبت التحاليل تاع شخص اخر، راح يوصف لك دواء اخر، وبالتالي راح هنا ما نحلوش المشكل، لانه قال كذا علم السبب بطل العجب. السبب غير معلوم، وبالتالي راح يوصف لك وصفات اخرى، وبالتالي العلاج سوف لن يكون. اذا هنايا راح نفهمكم واش هو الصدق. الاله هذه اخي وظيفتها قياس الصدق، هذه هي الوقي، هذا هو الصدق. ان تقيس، شوفوا لنا التعريف تاعو، يقصد به ان المقياس يقيس ما وضع لقياسه. الاله هذه ماذا تقيس؟ تقيس فعلا السكر، ما عندناش شك، تقيس فعلا السكر. انا التجربه قبيله اللي درتها لهنا، وش هي التجربه؟ نحب نقيس يا جماعه اختبار تحصيلي تاع التمييز بين القدرات الذهنيه للطلبه. لازم صح الاختبار اللي نحطو يقيس القدرات الذهنيه. انتم الاله هذه عندنا فيها شك بلي تقيس السكر، ما عندناش فيها شك، لكن كون نروح للاله هذه تاع الكريات البيضاء ونطلب منها انها تقيس السكر، هنا راح نطلب المستحيل. وكل آلة جماعة تقيس ما وضعت من أجل قياسه. هذه تقيس السكر يعني السكر، هذه تقيس نسبة الكريات البيضاء، تقيس نسبة هذه نسبة الكوليسترول في الدم. إذا حاولت ندير يا جماعة صورة توضيحية على الظاهرة الطبيعية، كيفاش الصدق في الظاهرة الطبيعية اليوم. الصدق دوكا نرجعوا له يا جماعة، كاين نوعين، كاين صدق الاتساق الداخلي وصدق البنائي. قلت لكم نشرحوهم نظريا، ومن بعد الاس بي اس اس سهل. الاس بي اس اس يا جماعة عبارة عن برنامج غبي، أنا نسميه غبي، على غبي. نعطي له يا جماعة معلومات، بناء على المعلومات تعطيني نتائج، لكن هو مش حينبهني يقول لي النتائج اللي صحيحه ولا غلطه. هو بناء على واش؟ لازم نعرف انا امور نظريه. مثلا واحد ما يعرفش صدق الاتساق الداخلي ويروح يجبدو بلا سبيسس، ما عندوش فكره على الصدق، ما يصلحش. واحد ما عندوش فكره على الثبات والصدق، ما عمروش بلي الثبات يقاس من صفر لواحد، كون يلقاه ناقص واحد ناقص عدد سالب ما يفهمش بلي راهو غلط. اذا هنا لازم تكون عندك ارث نظري باش تقدر تروح الارث، باش تروح تقدر انك تتعامل مع الامور التطبيقيه. واش هو صدق الاتساق الداخلي؟ صدق الاتساق الداخلي هذا جماعه، ها هو التعريف نتاعو، درت لكم الان التعريف نتاعو، هو مدى ارتباط كل فقره بالدرجه الكليه لها عن طريق حساب معامل ارتباط. كلما كان معامل ارتباط كبير، كلما كان الاتساق الداخلي بالعبارات كبير. كلام غير مفهوم. شوفوا جبت لكم صوره هنايا، دوك تفهموني بلاي. شوفوا ركزوا معنا طلبات الاعزاء، تفهموا الاتساق الداخلي. هذا اب وهذو ابناء، خليني من الام هذه، خليني منها الابناء هذا. اخي عبالنا باللي الاب عنده علاقه مع الابناء نتاعو. اعتبروا لي باللي الاب هذا هو المحور، واعتبروا لي الابناء هذو هما العبارات اللي تحت المحور. اخي عبالكم باللي كاين عبارات تحت المحور، ها مثلا كيما هنا عامل عبارات تحت المحور. شوفوا معنا هنا مثلا هذا المحور، اش معناها هو المحور هذا. شوفوا معي المحور اللي هنا، مثلا المحور هذا هو مساهمة النشاط البدني الرياضي التربوي في المحاضرة الاتزان الانفعالي لدى تلاميذ الطور الثاني. هذا محور، قدا فين عبارة؟ خمس عبارات. العبارة الأولى ثانية، تخيلوا لي باللي أنتوما المحور هو الأب، والعبارة الأولى اللي تحته اللي تحت المحور عنده ربع عبارة، هذا هما الأبناء نتاعو في ربع. وش هو صدق الاتساق الداخلي؟ نحب نشوف كل عبارة وعلاقتها بالمحور. العبارة الأولى وعلاقتها بالمحور، العبارة الثانية وعلاقتها بالمحور، العبارة الثالثة وعلاقتها بالمحور تاعها، والعبارة الرابعة بعلاقتها، وكأنه هذو أبناء وهذا الأب. نحب نشوف علاقة الأبناء بالأب، أو علاقة الأب بالأبناء. ضرب تبديلي نورمال، احنا نقولها في الرياضيات، عملية تبديلية، يا علاقة الأبناء بالأب والأبناء بالأب. إذا هنا إذا كانت العلاقة جماعة تاع العبارة الأولى مليحة، والثانية مليحة، والثالثة مش مليحة، لازم تحذف العبارة هذه. يعني الاتساق لنا، علاش اسمه اتساق داخلي؟ علاش اسمه داخلي؟ لأنه هذو العبارات راهم داخل المحور. نرجعوا للشرح نتاعنا لهنا فعلا.
هاو الاب، نقدر نقول علاقة الاب الابن الاول عنده علاقه باباه، علاقه طيبه، علاقه متينه، الطفله عندها علاقه بالاب تاع، لكن كون مثلا الابن هذا الابن هذا الثالث ما لقاوش عنده علاقه مع باباه متينه، ممكن الاب ولا الاب الابن لنا عنده مرض توحد، ممكن انه مثلا عنده مشاكل، ممكن انه تغيير بينه وبين ابنائه. هذا مثال يعني باش نشوفوا مليح علاقه الاتساق الداخلي، هي نفسها امور طبيعيه جدا. انا نحب ديما نشرح الاحصاء ما نشرحوش بلغه لغه تجريديه، لغه بعيده عن الواقع، لا نحاول انه نمدوا الواقع، لانه الامثله هي اللي تخلي الطلبه يفهمونها مليح. إذن لنا وش هي يا جماعة، نعاودو، هو مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لها. ها كل فقرة يا جماعة، هذو فقرات أو عبارات بالدرجة الكلية لها بالأب. كيفاش نحسبو هذا يا جماعة؟ عن طريق معامل الارتباط. إذا قلنا معامل الارتباط لازم لنا نفكركم، معامل الارتباط يا جماعة كاين جوج أنواع، معامل ارتباط بيرسون وكاين معامل ارتباط سبيرمان. معامل ارتباط بيرسون يستعمل كي يكون متغير كمي كمي، ومعامل ارتباط سبيرمان يستعمل كي متغير كيفي كيفي. إذن هنا معامل ارتباط بيرسون يا جماعة، مثلا لازم تعرفوا بلي محصور ما بين ناقص واحد وواحد. اذا كانت من صفر لواحد راهي علاقه طرديه موجبه، واذا كانت علاقه من صفر ناقص واحد علاقه عكسيه سالبه، يعني كلما زاد المتغير الاول ناقص المتغير شكون الثاني. هذا معامل ارتباط، فكره عليها بسيطه، هذا قريناه في السنه الاولى علوم اجتماعيه جذع مشترك. الامور هذه كامله نورمالمون راهي عندكم، ولكن احنا نزيدو نذكركم بها فقط. اذا كلما كان معامل ارتباط كبير يكون 0.6 0.7 ما يكونش في الواحد، ماكسيموم هي واحد. 0.8 نقولوا باللي العباره هذه مثلا الارتباط بها ب 0.6، وهذا الارتباط تاعو 0.5، وهذا الارتباط تاعو 0.1. لاحظوش باللي الارتباط قليل هنا، تسمى الاتساق الداخلي تاع العباره الثالثه مع المحور راهي قليله، هذا هو الاتساق الداخلي. واحد يقول لي كيفاش درك يكون في الاس بي اس اس نتعاملوا معاه، وكيفاش نتعاملوا نخدموا هاو كيفاه يكون يا جماعه. شوفوا الصوره الجماليه هذه مليحه، هاو الجدول تاع الاتساق الداخلي، تروح دير لي عنوان يقول لي سبق الاتساق الداخلي مثلا للمحور الثاني، العبارات هم عندك، العمود هذا الثاني والثالث والرابع هذا خدمة الاس بي اس اس، هذا لكل مقام مقال ان شاء الله. من بعد الاس بي اس اس ندخلوا له ونفهموه بالتفصيل ممل، لكن دوك نعطيك فكره برك عليه. واش شوفوا نجمع معامل الارتباط تاع الفقره الاولى، هذه العباره الاولى مع شكون؟ مع المحور 0.7. واش رايكم بزاف ولا مش بزاف؟ بزاف مليح، اي قريب توصل لواحد. وهذه 0.6 هي قل منها، وهذه 0.5 قل من 0.6 هذه، وهذه 0.8 هي مخيره فيهم كامل، وهذه 0.7. اذا شكون هي العباره اللي شويه ما عندهاش اتساق داخلي مليح مع المحور؟ هي العباره الثالثه. راح يقول لي استاذ فيكم انتم واحد الطالب يسقسيني وش هو زوج نجمات هذو، وش النجم هذا؟ شوفوا زوج نجمات هذو يا جماعه مهمين جدا، يخرج من الاس بي اس اس. زوج نجمات معناتها معامل الارتباط تاعكم هذا راهو بمستوى دلاله 99%، يعني 99% راني اثق باللي هذه راهي عندها علاقه بالمحور تاعها بارتباط 0.7، واشك 1% باللي راهي ما عندهاش هذا الارتباط. هذه واش معناتها زوج نجمات؟ نجمه معناتها كي يكون نجمه الفوق معناتها راهو مستوى الدلاله 5%. واش معناتها 5%؟ معناتها راني اثق 95% باللي هذه العباره راهو الارتباط تاعها بالمحور 0.6، واشك باللي الارتباط تاعها باللي 5% باللي راهي ماهيش هذه القيمه. طري بيان، هنا راكم تشوفوا في النتيجه قال لكم يوجد ارتباط دال الاحصائيين يوجد على الاي اس اس قال يوجد. هذا جاي واحد القاعده هنا، واش هي القاعده هذه؟ القاعده هذه اقراوها معايا. اذا كان ار المحسوب، هاو ار المحسوب، هذا هو ار المحسوب، هذا هو معامل الارتباط المحسوب، أكبر من R الجدولي، ها هو R الجدولي يا جماعة، قيمة R الجدولية هي 0.623، قالك فإنه يوجد ارتباط معنوي. شوفوا تراه انتوما، شحال R المحسوب 0.7، وشحال R الجدولي 0.6، واش راكم كبر ولا قبل؟ أكبر، يوجد ارتباط، وهذه 0.6، أكبر من 0.623، أقل هذه، بصح هنا قالك يوجد ارتباط، على أساس واش؟ على أساس أنه لهنا بنسبة 5%، يعني نروحوا نشوفوا لمن ال 0.4، ما نشوفوش قيمة R هذه، نشوفوا قيمة R هذه، لأنه قيمة R هذه جدولية، أي تاع 5%، وهذه قيمة R جدولية راهي تاع 99%، يعني 0.01. تسمى كي تشوفوا نجمة الفوق، هاي R الجدولية تاعها، وكي تشوفوا زوج نجمات، هاي R نجوة R الجدولية تاعها. إذا 0.6 هنايا أكبر من 0.498، أكبر، دالة إحصائيين. قداه لنا نجمة ولا زوج نجوم؟ نجمة.
يعني قديش مستوى الدلالة 5% ولا 1%؟ 5%. هل 0.5 أكثر من 0.4؟ أكثر. زوز نشوف هنا، دم نشوفه جماعة، شوفوا هذا 0.8 أكبر من 0.6، يوجد ارتباط. نفس الشيء هنا يوجد ارتباط. طيب يعني لو كاح تقولوا لي يا أستاذ أنت منين شاف قيمة R الجدولية هذه ما فهمناهاش؟ هذه يا جماعة تخرج سهلة خلاص، تروحوا لواحد الحاجة تخرجوا درجة الحرية. وش هي درجة الحرية؟ هي تعرفوا أنتم العينة اللي هنا اللي دار عليها صاحب هذا الجدول هذا، دار على عينة 15، هذه العينة الاستطلاعية نتاعو باش قاس صدق الاتساق الداخلي. ثم درجة الحرية هي N ناقص 1، يعني العينة نتاعو 15 نقصوا منها 1 شحال؟ 14. وتروحوا لمستوى الدلالة، مستوى الدلالة تاع 14 هنا شحال؟ 5%. وهنا يا 14 شحال مستوى الدلالة تاعها؟ 1%. تروحوا لواحد الطابلو، ها هو مثلا واحد الطابلو هذا، شوفوا تراه نتمنى نلقاه لكم هنا. كاين طابلو يا جماعة برا، ها هو الطابلو هذا نكبروه. الطابلو هذا تاع معامل الارتباط. تروحوا تشوفوا لي وين راحت يا جماعة 5% مثلا، 1%، هذه شو هي 1%؟ وشحال درجة الحرية تاعي الآن شحال؟ 14، وين راحت 14؟ هاي 14. تروحوا تمشيوا بطريقة لهنا أفقية، وهنا بطريقة عمودية، راح تلقاو 0.742. شوفوا ترى 0.742 هذه كاينة ولا ما كانش؟ وين راحت؟ نعاودو هنا، هنا تلقاها 0.623 بمستوى دلالة 0.1 ودرجة الحرية 1%. شوفوا هنا 0.1%، وراحت 0.622 هذه تاو ديكا مع 14. هذه هي، ها يا جماعة غلطت أنا يا جماعة، رحت لكم من هذه 0.001، هذه الغلطة تاعي. ها تروح ل 0.01، هاي هذه مستوى الدلالة تاعك، تروح مع 14% تلقاها 0.623، هذه ار جدولية. نروح نجيبوا ار جدولية الأخرى، هذه 0.498، كيف تلقاها هذه؟ نروحوا ل 0.05 مع 14، 0.5 مع 14، هاي 0.5 هاي مع 14 وراحت 14، هاي 0.497. فاهمين يا جماعة؟ هاي 0.700، هذه ار جدولية. تروح تقارن انت ار جدولية مع ار شكون محسوبة، واش قالت القاعدة؟ إذا كان ار المحسوب أكبر من ار جدولية فإنه يوجد ارتباط معنوي. تسمى انت كون ما تعرفش القاعدة هذه ما تقدرش تجاوب لنا على النتيجة هذه للأسف الشديد. هذه صح يخرجها لك الاس بي اس اس، وهذا صح يخرجه لك الاس بي اس اس، بصح النتيجة هذه لازم تكون عندك انت معلومات نظرية. هذا هو صدق الاتساق الداخلي يا جماعة، وراح نزيد نشرحه بالتفصيل ان شاء الله، نرجع له ان شاء الله كي نديروا الاتساق الداخلي. تري بيان، نرجعوا يا جماعه صدق الاتساق الداخلي شرحناه. دوك الصدق البنائي يا جماعه، واش هو الصدق البنائي؟ هذا الصدق البنائي. الصدق البنائي ها هو التعريف تاعو، هو مدى ارتباط كل مجال او محور مع الدرجه الكليه للاستبيان عن طريق حساب معامل ارتباط كذلك. كلام غير مفهوم، لا لا رسمت لك صوره باش تفهمها. قبيل يا جماعة رسمت لك صورة تاع الأب مع الأبناء، يعني المحور مع العبارات. انت عندك فرد محور، حيكون عندك ثلاث عبارات محاور ولا أربع محاور، وكل محور فيه العبارات تاعو. تسمى كل محور هنا سميناه أب. هنا شوف هاو الأب الأول هذا يا جماعة، كبروا الصورة، هذا الأب الأول هو الأبناء تاعو. تسمى هذا المحور الأول هو العبارات تاعو، وهذا الأب الثاني وهو العبارات تاعو الأبناء تاعو، وهذا الاب الثالث وهم العبارات نتاعو الابناء نتاعو، وهذا الابن الرابع المحور الرابع وهو الابناء نتاعو. مثلا مثلا هذا مثال فقط. كيفاش نحسبوا الصدق يا جماعه البنائي؟ شوفوا اقراوا هنا، مدى ارتباط كل مجال او محور مع الدرجه الكليه للاستبيان. يعني نروحوا نشوفوا هذا الاب، بكري نشوفوا الاب مع ارتباطه مع العبارات نتاعو، هذا الاتساق الداخلي. ذوك البنائي ها نروحوا نشوفوا الاب مع الابناء الاخرين باستثناء ابنائه. كلام كبير هذا يا جماعه، باستثناء ابنائه. معظم الاخطاء اللي يلقاوها انه يديروا الاب مع الابناء تاعو مع علاقته مع الابناء الاخرين، هذا خطا. لا، تروح دير لي غير الاب المحور هذا، انا في الاتساق الداخلي انا شفنا مع الابناء نتاعو. لا، دوك نشوفوا الاب هذا مع الابناء الاخرين. راح تقول لي ولا ما نديروش الاب مع الاباء، مع الاباء الاباء مع الاباء. لا،
الاب مع الاستبيان الكلي، يعني مع الابناء، مع العبارات تاع شكون، تاع الاستبيان كامل، والعبارات تاع الاستبيان كامل، لان كل عبارات راهي عندها المحور تاعها، وبالتالي وبطريقه غير مباشره شغل درنا المحور مع المحور، يعني باش تكونوا عن بالكم فقط. اذا يا جماعه هذه نقطه مهمه جدا حبيتكم تكونوا فيها عن بالكم بها. راح تقول لي يا استاذ كيفاش نشوفوه في الاس بي اس اس؟ هاني قلت لكم يا جماعه هاصبروا شويه، الاس بي اس اس من زاد نحكم على الامور النظريه. تقول لي اعطيني النظريه، النظره الجميله تاعو كيفاش يكون مثلا. ها هو يا جماعه صدق الاتساع، صدق البنايه، شوفوا ربي يبارك كيفاش تجدوا هذا مليح تاع صدق البنايه كيفاش يكون. بكري واش درت لي في صدق الاتساق الداخلي؟ تروح دير لي المحور، محور والعبارات تاعو. اها دوكا في البنائي واش دير لي؟ دير لي غير المحاور فقط، المحور الاول والمحور الثاني والمحور الثالث. هذا معامل الارتباط، والسيق هذا اللي هو مستوى الدلاله هذا يخرج من كلاس بي اس اس. بصح كلمه دال 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 هذه لازم تفهمها كيفاش خرج باش تفهمها. هاي القاعده نتاعها، نفس القاعده تاع كبيره. شوفوا هناك تحت الجدول يا جماعه واش تكتبوا لي، تكتبوا لي كتاب مهم جدا، تقولوا من اعدادنا، هو من الاحسن ما تقولش من اعدادنا، ما تهضرش بالنون تاع الجامعه، تقول من اعداد البحث بالاعتماد على مخرجات برنامج الاس بي اس اس في 23، يعني لا فيرسيون تاع الاس بي اس اس 23. كاين ال 29 يا جماعه، عفوا كاين 19 ال 20 ال 21 ال 22 ال 23، كاين حتى ال 24، كيما انا الفيرسيون اللي نكتبها ان شاء الله 23. هذه ديما تكتبها تحت اي واش جدول تخرج، يعني هذا النتائج اللي يخرجوا لك راه من برنامج الاس بي اس اس. اذا هنا قدام عنده المحور مثلا في هذا يحب يقيس، عنده ثلاث محاور يخرج معامل ارتباط تاع المحور الاول والاس بي اس اس يعطي له مستوى الدلاله. شوفوا هنا زوز نجوم زوز نجوم زوز نجوم، نعاود لكم تاع زوز نجوم هذه، يرحم والديكم. هذه زوز نجوم هذه ربي يشفي، لازم تفهم لي فيها مليح. زوز نجوم عندها راني المحور الاول والخرج بمعامل ارتباط 0.843 بمستوى دلاله 99%، يعني اثق 99% بلي هذا هو صح فين معامل الارتباط تاع المحور الاول، واشك 1% بلي ماهوش هذا هو قيمه معامل الارتباط. وكون كانت نجمه، شوفوا القراءه الثانيه تاع نجمه، اثق 95% هذه كون كانت نجمه واحده جماعه، 95% بلي هذا هي قيمه معامل الارتباط تاع المحور الاول، واشك 5% بلي ليست هذه هي القيمه تاع المحور. إذن هنا جماعة في الاتساق البنائي علاقة جماعة المحاور بواش بالاستبيان الكلي. المحور الأول وش علاقته بالعبارات تاع الاستبيان الكلي هاي، والمحور الثاني هاي، والمحور الثالث هاي. نعاود قيمة الأرج الدولية كما فهمتكم في الأولى هذيك، شوفوا على زوج حوايج، شوفوا على مستوى الدلالة وشوفوا على درجة الحرية. كما هنا قلت لكم يا جماعة العينة الاستطلاعية تاعي 15، تسمى درجة الحرية قداه تكون 14، وإذا كانت العينة تاعي 20 شحال تكون، شكون يقول لي شحال تكون درجة الحرارة؟ عفوا درجة الحرية تكون 19. ديما دير ان ناقص واحد، يعني ناقص واحد، وما تقوليش علاش ناقص واحد، لأن هذا واش قانون، والقانون ديما نقول لكم يحفظ ولا يناقش. وهنا مستوى الدلالة يا جماعة 0.01، يعني راكي راك لا راك 99%، فاهمين يا جماعة؟ إذا هنا علاش اعتبرناه دال؟ لأنه 0.843 راهي أكبر من 0.623، 0.877 راهي أكبر من 0.623، قيمة آر المحسوبة أكبر من قيمة آر الجدولية، إذا دال. وش معناتها دال؟ معناتها كاين صدق بنائي، وبالتالي نقولوا باللي الاستمارة تاعنا قسنا الصدق قسنا الثبات، واش لقينا؟ لقينا باللي الصدق الاتساق الداخلي لقيناه مجدي فعال، ولقينا صدق البنائي لقيناه فعال. اذا هنا نقولوا باللي الاستماره تاعنا راهي تمتع بدرجه كبيره من الثبات، درجه كبيره من الصدق، وتمتع باختبار توزيع طبيعي، يعني رانا نقدروا نباشروا العمليه تاع انه نوزعوا الاستمارات تاعنا على باقي افراد العين. كاين حاجه مهمه جماعه لازم نشرحوها وتفهموها في الجانب النظري، اللي هو مستويات القياس. هذه مهمه جدا، تقولوا لي واش نديروا بها في الاس بي اس اس يا جماعه. من بعد كي راح ندخلوا للاس بي اس اس، ها هو لهنا يا جماعه، نعطي فكره، ها هو البرنامج يا جماعه تاع الاس بي اس اس، شوفوا فيه مليح، ها هو لهنا في البيرو على سطح البيرو تاعي، مثبت، لازم تثبتوا. روحوا نفتحوا، نفتحوا البرنامج. يعني قبل ما نمشيو في البرنامج مليح، نحاول انه نعطيكم امور نظريه باش من بعد تفهموني فيه. كما واحد مثلا ما يعرفش مستويات، هنا نديروا اس بي اس اس ستاتيستيكي بي ام، كليكيو عليها وديروا كانسل، هذه راح يخرج لي يا جماعه، هذه هي شاشه البرنامج. لهنا اللي مصبوغه بالصفر هذه تشوفوا فيها هي الداتا فيو، شاشه البيانات هذه.
وكون نسبقوا هذه بالصفر كليكيو عليها يخرج لنا شاشه واجهه متغيره. في شاشه متغيره تجمعها كاين هذا الماجر هذا اللي هو مستويات القياس. هذا هو مستويات القياس اللي حنشرحها برك. تسمى انت كون ما تفهمنيش درك في مستويات القياس من بعد في برنامج الاس بي اس اس راح نقول لك اسكو، لان مستويات البرنامج كاين فيها واجهه فيها اربعه، فيها الاسمي وفيها الرتبي وفيها مقياس الفطره ومقياس النسبه. كون ما تفهمش الفرق بيناتهم الاربعه هذو من بعد في الاس بي اس اس راح تتعبني. تسمى لهنا في الاس بي اس اس من بعد او الاس بي اس اس في الماجر هذا راح تتعبني بزاف. مثلا كي ندير المتغير تاع الجنس نقول لك اسكو المتغير اسمي ولا رتبي، تقول لي تا رتبي هو اسمي. تسمى انت ما تعرفش تفرق ما بين مستويات القياس. كون ندير لكم مثلا الاقدميه في العمل نقول لك راه متغير رتبي، انت تقول لي ها متغير فطره او متغير نسبه، نقول لك ما تعرفش تفرق ما بين مستويات القياس. ما لا خلينا نشرحوها ثاني في الفيديو هذا ان شاء الله يا جماعه. مستويات القياس، مستويات القياس هذه واش هي يا جماعه؟ تعرفوا بلي يا جماعه البيانات تاعنا قادر تكون وصفيه، يعني مقاسه بمقياس وصفي. وصفي واش معناتها؟ لا يمكن التعبير عنه بلغه الارقام، او مقاسه بمقياس كمي، يعني يمكن التعبير عنه بلغه الارقام كما الطول والوزن. اما انا وصفيه مثلا كما توصف، على اسمها وصفيه، كما نقول لك لون الشعر، لون العينين. اما انا كي نقول لك الطول، الطول ماهوش وصفي، الطول كمي. البيانات جماعه هي تكون مقاسه بمقياس وصفي، هي تكون مقاسه بمقياس كمي. المقياس الوصفي يا جماعه ينقسم الى قسمين، هي تكون مقاسه بمقياس اسمي نومينال، او مقاسه بمقياس رتبي اوردينال. اما المستوى الكمي عنده زوج انواع، يكون مقاسه بمقياس فطره، او تكون مقاسه بمقياس شكون نسبه. اذا عندنا اربع مستويات جماعه راح نشوفوا في كل وحده نشرحوها ونفرحوا الفرق بيناتهم باش تفهموهم مليح جماعه. درناهم فيها رم، ادنى المستويات هو المستوى الاسمي، فوقه الرتبي، فوقه مقياس الفطره، فوقه مقياس شكون النسبه. ونطلعوا ونلقاو الثاني يتمتع باش ميزه ماهيش موجوده في الاول. مثلا المستوى الرتبي فيه ميزه ما يتمتعش بها المستوى الاسمي، يحمل خصائص نفس خصائص المستوى الاسمي لكن تميز عليه ميزه. نطلع لفوق نلقاو المستوى تاع الفطره يتميز بنفس المميزات تاع المستوى الرتبي لكن زايد عليه باش بخاصيه من الخصائص. نطلعوا لفوق الاخر نلقاو مستوى النسبه، نلقاو عنده يحمل نفس الخصائص تاع شكون تاع الفطره. وكي نقولوا يحمل نفس خصائص الفطره يعني يحمل نفس الخصائص تاع الاسمي والرتبي، ولكن يتميز على الفطره بخاصيه اخرى راح نشوفوها مع بعضنا. هنا هذا يتميز بواحد الخاصيه اسمها الصفر واجه الحقيقي، لكن هنا الصفر شكون الصوري. هذا هو الفرق بيناتهم راح نشرحها بالتفصيل الممل. هنا نبداو المستوى الاسمي كيما الجنس يا جماعه، واش تاكم مستوى اسمي ولا مستوى رتبي؟ الجنس نقول لكم ذكر وانثى، نرمزوا للذكر رقم واحد والانثى رقم اثنين. هل معناتها كي نرمز للانثى رقم اثنين معناتها ان الانثى احسن من الذكر؟ لا، انا درت الترميز هذا على جدول باش نفرق ما بين الذكر والانثى. نعطيكم مثال اخر، ارقام اللاعبين في الملعب، الاول نرمزوا له بتسعه والاخر نرمزوا له ب 12 والاخر نرمزوا له بسته. هل معناتها ان 12 راهو ضعف سته ولا معناتها ان 12 اكبر من سته؟ لا، هنا الارقام تاخذ معنى، الارقام لا تاخذ معنى كمي ولكن للتمييز فقط. يعد هذا المستوى من ادنى مستويات القياس واضعافها، وهو تستخدم الاعداد بغرض التصنيف. ركزوا لي على الكلمه هذه، الاعداد بغرض التصنيف فقط لا غير. يعني كي نقولوا واحد يدل على الذكر واثنين يدل على الانثى، معناتها مش انه اثنين اكبر من واحد، هذا هو. يعني الاعداد، الاعداد هنا لا تحمل المعنى الكمي تاعها. هذا هو المستوى الاسمي يا جماعه. كيما الجنس يا جماعه شفاو في الذكر وفي الانثى. نزيد نعطيكم مثال على المستوى الاسمي. الوظيفه مثلا نقولوا مثلا مثلا وظيفه حارس، حارس مهني، ونقولوا مثلا مثلا وقايه وامن، مثلا طالب عمل اخر، مثلا مثال اخر لا يحضرني دركا. مثلا كي نقول لكم مثلا المستوى الاسمي نقول لكم مثلا حسنا الله، المستوى الاسمي قلنا مثلا كما الجنس واحد ذكر وانثى، يعمل ولا يعمل، ها جنسيه، ها جات الفكره برك. الجنسيه يا جماعه نقولوا مثلا جنسيه جزائريه وجنسيه يمنيه وجنسيه سوريه. الجنسيه الجزائريه نديروا رقم واحد، واليمنيه نديروا اثنين، والسوريه نديروا ثلاثه.
هل معناتها انه السورية ثلاثة كي ذكروا ثلاثة معناتها السورية احسن من اليمنية واحسن من الجزائرية؟ لا، درت على سبيل واش التصنيف فقط. غرف في الفنادق كي يدير لك مثلا الغرفة رقم 5 والغرفة رقم 6 والغرفة رقم 7، هل معناتها انه الغرفة رقم 7 احسن من الغرفة رقم 5 ولا دار الارقام باش يصنف فقط؟ اذا هذا هو المستوى الاسمي يا جماعة، هذا هو المقصود بالمستوى الاسمي. المستوى الرتبي يا جماعة زيد عليه بحاجة، هو انه الارقام تفيد فعلا الترتيب. بمعنى ان الارقام تفيد الترتيب، واش معناتها؟ معناتها كي نقول لكم المستوى الدراسي، مستوى متوسط ابتدائي، متوسط ثانوي وجامعي. كي نقول الابتدائي واحد، والمتوسط اثنين، والثانوي ثلاثة، والجامعي أربعة، راني أعني ما أقول أنه كي نقول الجامعي أربعة معناتها الجامعي أحسن من الثانوي، والثانوي ثلاثة، ثلاثة أحسن من اثنين اللي هي المتوسط، واثنين أحسن اللي هي المتوسط أحسن من الابتدائي. يعني لأن الترتيب فعلا الأرقام تحمل معنى ترتيبي، تفيد الترتيب، نعم. ولكن الفرق بيناتهم مش متساوي. وش معنى الفرق بيناتهم مش متساوي؟ كي نقول لكم الفرق ما بين المتوسط والثانوي لا يساوي الفرق ما بين الثانوي والجامعي، ولا يساوي الفرق ما بين مثلا الابتدائي وشكون والمتوسط. الفرق مش متساوي. مثلا نقول لكم، زيد نعطيكم مثال اخر، نقول من 5 ل 10 قداش الفرق هنا؟ 5. ونقول من 10 ل 20 قداش الفرق؟ 10. الفرق متساوي ولا مش متساوي؟ ماهوش متساوي. اذا في المستوى الترتيبي ما يهموش الفرق بين المستويات. ونستطيع انه نديروا عمليه المقارنه، مثلا نديروا اكبر نديروا اصغر. اوكي، هذا المستوى الرتبي. المستوى الفطرة جماعة يحمي نفس خصائص المستوى الرتبي نفسه، لكن عنده زوج حوايج مميزات راح نقولهم شوية. انه الفرق بين المستويات متساوي. بمعنى واش معناتها متساوي؟ معناتها الفرق ما بين المستوى الاول يكون مثلا المدى 5، المستوى الثاني 5، المستوى الثالث 5، المستوى الرابع 5. هذا هو الفرق بينهم، الفرق متساوي. كي يقول لكم مثلا، نعطيكم مثلا جماعة درجة الحرارة من 5 ل 10 شحال يا جماعة الفرق؟ 5. من 10 ل 15 5، من 15 ل 20 5، من 20 ل 25 5. تلاحظوش بلي المستوى الفرق بيناتهم كل 5. اذا كان الفرق بيناتهم 5 راك تابع لمستوى الفطره، واذا كان الفرق ماهوش متساوي راك تابع لمستوى شكون؟ الرتبي. زيد حاجه زايده فيه انه الصفر لهنا في المستوى الفطري ليس صفر مطلق، هو صفر صوري فقط. الصفر هنا صفر اختياري او نسبي وليس صفرا مطلقا، ليس صفرا واش مطلقا. بمعنى ليس صفرا مفترض، انما هو صفر افتراضي. مثلا كي يقول لكم جماعه لهنا يقول لكم درجه الحراره صفر، مش معناتها انه نقصد ما كانش درجه حراره، ولكن تعبير فقط. انا نمد مثال مليح ديما الفكره هذه، نمد مثلا للطلبه نقول لهم كون تروح تطلب مثلا، تطلبي من عند امك تقول اعطيني نشري خمار، تقول لك والله ما نسعى دورو في جيبي. هي مش قصدها ما عندهاش حتى دورو، كون فتشوها نلقاو عندها 10000، بصح ما عندهاش حق الخمار، الخمار يدير 200000 ولا 150000 ولا 120. تسمى قصدها هي وشي لنا تشغل صفر اللي قالت لك ما عنديش حتى دور، وقصدها انها واش مش باش تقول لك بلي ما عنديش حتى صفر. الصفر لهنا صفر ليس حقيقي. ترابيا، اما الفرق بين هذا وبين المستوى النسبي انه الصفر صح حقيقي. كي نقول لك راني درت تكوين المستوى النسبي، راني درت مثلا دوره تكوينيه عدد ايامها صفر، يعني انا ما درتش. كون نقول لك مثلا البعد ما بين مثلا البعد ما بين الحائط الاول والحائط الثاني هو 10، هو 0 متر، يعني ما كانش بعد. كون نقول لك مولود العمر تاعو هو صفر سنه، يعني لا يوجد مولود، يعني لهنا صفر حقيقي فعلا. ويمكن استعمال فيه العمليات الحسابيه، وهو يعتبر اعلى مستويات القياس. اذا هذا هما اجمع اكبر مستويات واش القياس. كاين من بعد جماعه خامسا ان شاء الله راح نشوفوها، هي الفرضيات الاحصائيه. لينو نتوما كاين حاجه نقولوها لنا في الفرضيات، معظم الفرضيات اللي يديرهم الطلبه هي فرضيات انشائيه، يروح يدير لي فرضيه انشائيه ومن بعد يحب يثبتها بلاس بيسس. هذا خطا جدا، يجب ان يحول الفرضيه الانشائيه الى فرضيه احصائيه. مثلا يقول لي للجامعه، جامعه مثلا عباس الغرور، دور في التنميه الاقليميه في اقليم ولايه خنجر، هذه فرضيه انشائيه. كي نحب نردوها فرضيه احصائيه نقولوا لا يوجد علاقه ما بين الجامعه والتنميه. ثم نحاولوا ان نردوها فرضيه صالحه للاستعمال، يصلح لانه في اس بي اس اس ما يقبلش فرضيه اس بي اس اس، عفوا ما يقبلش الفرضيه الانشائيه، يقبل الفرضيه الاحصائيه. والفرضيه الاحصائيه كاين زوج، الفرضيه الصفريه والفرضيه البديله. الفرضيه الصفريه هي اش 0 والفرضيه البديله اش 1. الفرضيه الصفريه هاي قلنا لكم راح نشرحها ان شاء الله في الحصه الجايه، لكن الحصه الفيديو الجاي ان شاء الله ما نبداش من الفرضيه الاحصائيه، راح نبدا ديريكت من برنامج الاس بي اس اس، راح نبدا نشرح لكم ان شاء الله البرنامج
نفتحوا البرنامج مع بعض ونشرح لكم شاشة المتغيرات وشاشة واش البيانات، ونشرح لكم شريط الأدوات وشريط القوائم، وندخلوا في البرنامج إن شاء الله باش نفرغوا عندنا استمارة، باش الاستمارة هذه هاي نحاولوا الاستمارة هذه إن شاء الله اللي هي صيغتها واش صيغتها الورقية، نحاولوا أنه ننشئ متغيرات راح نفهمكم كيفاش ندخلوا الجنس ذكر وانثى، الفئه العمريه، الاقدميه في العمل، الرتبه العلميه والكليه، هذو كل جماعه متغيرات. المحاور راكم تشوفوا فيها المحور الاول هم العبارات تاعو، وهذا المحور الثاني هاو المحور الثاني هم العبارات تاعو، وهذا المحور الثالث هم العبارات تاعو، وهذا المحور الرابع هم العبارات تاعو. نحاول ان شاء الله كيفاش هذه العبارات كامل وهذا المتغيرات كامل كيفاش ننشئهم في شاشه المتغيرات. هاي شاشه المتغيرات يا جماعه، شاشة المتغيرات هذا variable view، ومن بعد نفرغوا البيانات عن طريق شاشة البيانات، ومن بعد نروحوا لقائمة analyze اللي هي أهم قائمة في الاس بي اس اس اللي فيها مقاييس النزعة المركزية، وفيها معامل ارتباط، وفيها معامل انحدار، وفيها اختبار تي تيست، وفيها معظم الاختبارات. هذه أهم قائمة إن شاء الله هذا في الفيديو الجاي إن شاء الله. إذا نسأل الله العظيم أن يوفقنا في أنه نتموا هذا إن شاء الله السلسلة هذه من الفيديوهات. ان شاء الله نتمنى انه يكون فادكم هذا الفيديو، واللي ما قدرش يتبعه ان شاء الله راه يبقى في الصفحه نتاعي، لكن ما تقدرش تتبع الفيديو الثاني اذا كان ما تبعتيش في الفيديو الاول. ديما انك تقرا الفيديو الاول، وانا حنجاوب على لي كومونتير تاعكم ان شاء الله نستقبلهم في الصفحه نتاعي الشخصيه. اذا نتمنى ان شاء الله ان يكون شرحت ما يمكن شرحه في هذا البرنامج، ولكن يبقى دائما انه لازم إن شاء الله تكون هناك متابعة دقيقة للطلبة، خاصة مقبلين على تخرج ماستر وماجستير ودكتوراه إن شاء الله. إذا نتمنى لكم التوفيق، شكرا، ونتلقاو إن شاء الله في الحصة الجاية إن شاء الله.